إذن إلا ما يطيق. ثلاث شروط: لابد أن يكون المنفق عليه فقيرا، القريب هذا فقير. الشرط الثاني اللي تجب النفقة أن يكون عنده، هو عنده ما يستطيع دفعه له زائد عن حاجته وحاجة إيش زوجته، واضح ولا لا؟ وأولاده. فهنا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هنا في قرابة، أن يكون فيه قرابة. فهذه ثلاثة شروط لوجوب النفقة، لوجوب النفقة. نعم.